اثنين، وهذه يعني كثير من علماء المتخصصين في العلاقات الزوجية يذكرونها، وللأسف هذه غائبة عنا، يسمونها استراتيجية ابتعدا قليلا، بعدوا عن بعض، بعدوا عن بعض. دائما الشخص اللي يفتك مع شخص 24 ساعة تحدث بينهم مشاكل. الآن ليه صديقتك أيتها الزوجة ما يصير بينك وبين هاي مشاكل؟ لأنك انت تفترقن عن بعض. كذلك الزوج، ليه صديقة ما يصير بينه وبين مشاكل؟ لأنهم يفترقون عن بعض. طيب ليه اللي تقابلتوا الزوج والزوجة حدوا انت المشاكل؟ لأنكم مقابلين بعض، فتفرغين انت في زوجك وزوجك يفرغ فيك.